مساء الخير لكل متابعين رؤية وتحديداً برنامج أخبار الدار. حلقة اليوم، تربية البتراء تستقبل طلبة التوجيهي وبتأكد لأخبار الدار نقص المعلمين في اللواء، عائلة إم ماجد تحارب البرد بإشعال الحطب، وإذا سألكم شخص حول مدى معرفتكم بمرض التلاسيميا شو حيكون جوابكم؟ في مبادرة منها استقبلت تربية لواء البتراء طالبات الثانوية العامة بالورود والزهور، حيث افتتح مدير التربية موسم الامتحانات في احتفال أدخل الفرح والسرور على قلوب الطالبات وعلى قلوب أولياء الأمور، في خطوة هدفها إيصال الشعور بالطمأنينة والسكينة لقلوب الطالبات. في بيتكم الثاني هذه المدرسة بين أهلكم. بدأت امتحانات نهاية الفصل الأول الثانوي العام في تربية لواء البتراء، كما تم تفاهم عليه مع معالي وزير التربية والتعليم في لجنة التخطيط المؤخرة الخاص بلجنة الامتحانات، والحمد لله تم استقبال طلبتنا سواء مدارس الإناث أو مدارس الذكور بتوزيع الحلوى وتوزيع القهوة السادة، وكان لي لقاء مع طلبة وطالبات مدرسة أسماء بنت أبي بكر وهي أكبر مدرسة تحتوي على 3 قاعات، وكان لي لقاء مع جميع الطالبات في ساحة المدرسة قبل الدخول إلى قاعة الامتحان، وأعطيناهم راحة نفسية والحمد لله، وهذا ديدننا في هذه المديرية على أساس أن هناك أمور لابد من أن الطالب يأخذها بين الاعتبار، وعرفناهم ما هي الأمور التي يجب أن تكون بحوزة الطالب وما هي المحاذير التي يجب أن نبتعد عنها. نحن عندنا 737 مشترك ومشتركة من طلبة دراسة نظامية وخاصة فروع أكاديمية ومهنية، تم توزيعهم على 3 مدارس مركزية بجميع المناطق، منطقة وادي موسى قاعتين مركزيتين، وطيبة تضم الراجف وأدلاغة وطيبة ذكورا وإناثا مختلط. حقيقة الاستعداد لهذا العام الامتحاني أو الامتحان دورة شتوية استعداد كان قوي جدا، وتهيئة الغرفة الامتحانية حتى يتقدم أبنائنا الطلبة بكل هدوء وأريحية من حيث الإنارة والتهوية والتدفئة خاصة في فصل الشتاء. وفي نفس السياق أكدت مديرية تربية البتراء نقص المعلمين لمساق اللغة العربية في اللواء، الأمر اللي أثر على الطلاب الذكور وسط وجود حلول يحتفظ عليها المجتمع هناك. بسردها لإلنا مواطن راجع مدير التربية حرصا على تعليم ابنه. بنعاني من بداية السنة من نقص معلم اللغة العربية، حاولنا مع المدرسة، حاولنا مع مديرية التربية مشكورة وطلبت من الوزارة، إلا أنه المشكلة أنه تخصص اللغة العربية كذكور مفقود، والإناث حاولت المديرية أنه يصير مزج في المدرسة فما قبلوا الأهالي لأنه مجتمع محافظ، ما قبلوا أن المعلمات يجن يدرسا، في جابونا أول مرة معلم إضافي وخلص شهر وراح، والآن حلونا حل مؤقت في الفصل الأول جابونا معلمة إضافي، وصار ترتيب مع المدرسة بنات عائشة بحيث فرغوا صفين أن الطلاب يطلعوا من مدرسة الطيب الأساسية الذكور لمدرسة الإناث مشان يأخذوا حصة اللغة العربية. الآن احنا راجعنا مدير التربية الجديد ووعد أنه في كتابات للوزارة، وإن شاء الله على الفصل الجديد يكون لقوا تخصص لغة عربية يتعين مشان يحلوا المشكلة، وإذا ما يعني ما صار إنه ما لقوا في المنطقة أو ديوان الخدمة المدنية راحين يظلوا يشوفوا معلمة نفسها بس بترتيب آخر يكون أفضل من الوضع الحالي. الحمد لله لا يوجد هناك ما يعكر صفو
مسيرة العملية التربوية والتعليمية التعلمية في تربية لواء البتراء، إلا أن هناك في بعض نقص في بعض التخصصات ولا سيما الذكور. لذلك من هذا المنبر أنا بشيد بأبنائي طلبة الثانوية العامة أن يأخذوا على عاتقهم بدراسة مثل هذه المواد كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية وحتى اللغة العربية. لا زال هناك عدد لا يستهان به على حساب التعليم الإضافي، مما يعني أن هناك نقص بهذه التخصصات. لذلك هي رسالة لجميع أبناء الطلبة بأنهم يقوموا بدراسة هذه المواد حتى يضمنوا أول شيء استقرار في العمل، ثانيا استقرار في أماكن تواجدهم. ولأنه دائما لازم نتطلع على الجانب المليان من الكاسة، فمنذ انطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي وصل عدد الفائزين تحت المسمى الوظيفي إلى قرابة 271 معلم و30 مدير و10 بصفة مرشد تربوي، ومنهم الأستاذة داعد العقاربة اللي كان لقلنا مع حلقاء التالي. جائزة الملكة رانيا أنا تقدمت إلها وأنا معلم قبل في 2008 2009 2010، وكنت في 2006 2007، يعني 5 سنوات وأنا معلمة أقدم، أصل لمرحلة الكتابي بس ما بفوز. بعدين وأنا مساعدة تم استثناء طلبي لأني أنا كنت مساعدة، كانت هاي المرة السادسة، والمرة السابعة تقدمت وأنا مدير مدرسة، فتم تأهيلي الحمد لله رب العالمين ووصلت المقابلة الميدانية. المقابلة الميدانية هي اللي بتفرق بين المديرات، فالكل كان متشجع جاهز إنه يرفع اسم المدرسة، لأنه هو ما بقولك إحنا مش الفائز داعد العقاربة، الفائز مدرسة الجدعة الثانوية. فكان الحمد لله رب العباد، أنا دائما بقول لهن بيضتن وجهي ما شاء الله عليك، أظهرتن أجمل ما لديكن. بالطبع كل حدا قادر رح يبحث عن مصادر دفء تقي أسرته برد الشتاء وبتحميهم من خطر البرد وشره. بتبلش بملاحظة الأباء والأمهات لأبنائهم للاهتمام بارتداء ملابس الشتاء، هذا إشي طبيعي وما عليه أي اعتراض. أما عن الفقراء ومحدودي الدخل فما حالهم وشو عملنا لهم؟ هل فكرنا بيوم من الأيام شو وضع البيوت اللي بتخلو تماما من التدفئة؟ لا بطانيات ولا ملابس شتوية، ويمكن بنزل المطر من سقوف البيوت المهدمة، وممكن هاي البيوت تكون قايلة للسقوط. فيما يبحث الناس عن مصادر طاقة تقيهم برد الشتاء القارس ويخزنها البعض وسط ارتفاع أسعارها، تقبع أسر أردنية عفيفة تحت خط الفقر بأميال، منها أسرة أم ماجد مثل ما تحب أن أناديها، كيف لا، وهي تجسد في عطائها لأبنائها وصبرها أجمل معاني الأمومة وأقدسها. أنا أم ماجد الأرملة، عندي 9 أولاد في البيت، يعني في الشتوية مني أركب صوبة حطب عشان أدفي الأولاد، ولما هتدخن علينا والله لما غرق أفتح الشباك وأفتح الباب، ويوم يخلص الغاز أطبخ عليها وشاب، يعني الوضع المادي ما يسمح لنا لا نجيب كات ولا نجيب ديزن ولا نجيب أي شغلة، يعني بعدين والله خطر على الأولاد، يصير عندهم مضيق على صدورهم على الدخن، تعدم أوعيهم المدرسة لما يروحوا على المدرسة، يعني لما يروحوا على المدرسة يروحوا يلبسوا ويظلهم رايحين ما يرجعوا يدفعوا عليها. والله سبحان الله رب العالمين إن شاء الله يساعدنا على معيشة. حولت أم ماجد حبها وحنانها إلى نار تدفئ أبنائها ونور يهديهم سبلهم، لكن الماء بدأ أقوى من هذه العزيمة. والله البيت هاي ومنهان يضيع، يعني غير ما طريت النهار بقشاط، يعني إذا ما قشتها بالقشاطة ترجع علينا في البيت، غير ما طريت قشت بالقشاطة وأطلح على بر. ونحن نغادر هذا المنزل نمتلئ بمشاعر مختلطة، ونتذكر دوما بأن الإحساس بمعاناة الآخرين لا يأتي إلا من نفوس كبيرة تحيل المعاناة فرحا والبؤس أملا. نتواصل بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. إذا سألكم شخص ما حول مدى معرفتكم بمرض التلاسيميا فشو حيكون جوابكم؟ التلاسيميا هو مرض وراثي خطير بس مش معدي، بيحتاج علاج لمدى الحياة على شكل عمليات نقل دم شهرية وتناول يومي لدواء لإزالة الحديد الزائد في الجسم قبل ما يترسب في أجزاء مختلفة من الجسم،
وإذا لم يتم اتباع عمليات نقل الدم وتناول الدواء بانتظام رح يعاني مريض التلاسيميا من فقر الدم مزمن بيؤدي لشحوب في الوجه وتشوهات عظمية وتأخر في النمو. عموماً علاج هذا المرض مكلف جداً من الناحية المادية ومؤلم من الناحية المعنوية والنفسية والاجتماعية. بلغة الأرقام، عدد مرضى التلاسيميا المسجلين في الأردن حتى نهاية عام 2008 كان 1400 مريض، وتقديرات وزارة الصحة بتبين أن الزيادة السنوية المتوقعة بتتراوح بين 80 ل90 حالة جديدة، واستمرار إلزامية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج للخاطبين حد من ولادة أطفال مصابين بالتلاسيميا بواقع 25 مولود سنوي، وخفض عدد المصابين للنص يعني بنسبة 50%. نظمت جامعة الزرقاء الخاصة وبالتعاون مع بنك الدم المركزي وجمعية بصمة أمل الخيرية حملة تبرع بالدم لمرضى التلاسيميا. من فوائد التبرع بالدم إلى فوائد كثيرة، احنا بنحكي بشكل مختصر إلى فوائد من منظور إسلامي اللي هي تعتبر صدقة جارية، من منظور خدمة مجتمع احنا بنساعد على مساعدة المرضى خاصة مرضى التلاسيميا، أمراض السرطانات، أمراض فقر الدم والحالات والحوادث اللي بتستدعي إنها يستعملوا الدم أو مشتقات الدم. طبعا كمان من منظور صحي طبعا تعتبر لها فائدة كبيرة للمتبرع، بالنسبة له بتنشط الدورة الدموية، بتنشط نخاع العظم، إذا في عنده صداع، دوخة، إرهاق، خمول، كسل من زيادة الدم بخفف من الأمور هذه وشيل وجع الرأس بشكل كامل، وكمان بتخفف لا سمح الله من أعراض الإصابة بالجلطات الدموية. طبعا إحنا عملنا هاي الحملة بالتعاون مع مستشفى الحاووز الحكومي، بالتعاون مع البنك المركزي الوطني، وبالتعاون مع جمعية بصمة أمل، فإحنا بنشكرهم كتير إنهم تعاونوا معنا لعمل هاي الحملة. فكل التبرعات هاي راح تروح لمرضى التلاسيميا لأنهم هم بحاجة لهاي الوحدات الدم، وطبعا تشجيع للطلاب لأنهم الطلاب إحنا لما نخليهم يتبرعوا بالدم هم بتشجعوا على وبصير يعني عندهم خبرة في الأعمال التطوعية، لأن الطالب بيبني بصغر شخصيته من خلال اللي هي أعمال التطوعية. تبرع التلاسيميا مرض وراثي خطير غير معدي ويحتاج إلى علاج مدى الحياة على شكل عمليات نقل دم شهرية وتناول يومي للأدوية. مرض التلاسيميا هو عبارة عن فقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط، هذول المرضى بصير عندهم تكسر في كريات الدم الحمراء، فالمريض منهم عايش على الدم، يعني بيجي على المستشفى وعلى القسم بصورة دورية شهرية أو 3 أسابيع عشان يأخذ هذا الدم، ونظرا لافتقار بنوك الدم للوحدات الدم اللي بيحتاجها المريض، فإحنا قمنا في حملة في هذه الحملة التبرع بالدم عشان ندعم مرضى التلاسيميا عشان ما إنه نضطر إنه نرجعهم إنه والله عندنا دم غير متوفر. وتشير آخر الإحصاءات والدراسات بأن عدد المصابين في المرض حوالي 150 إلى 200 ألف شخص في الأردن. بنضل بالملف الصحي، حيث يعاني مركز صحي شوبك من نقص في الكوادر والمعدات الفنية الطبية، مع تأكيد من قبل إدارته على إرسال طلبات مكررة للوزارة لإنقاذه بشكل عاجل. المركز اللي مضى من عمره 43 عام دخلته كاميرا أخبار الدار وجابت لنا التقرير التالي. تأسس مركز صحي الشوبك عام 79 وبيبعد عن وادي موسى 30 كيلو وبيخدم قرابة 14 قرية وتجمع سكاني. مع مرور السنين باتت الخدمات اللي بيحصل عليها المراجعون أقل جودة. كان في طبيب واحد في هذا المركز، تطور وتأسس في عيادة أسنان ومختبر وأشعة، وهسه متكامل ينقصه إلا طبيب اختصاص مثل الأطفال، الباطنة، جراحة النسائية إذا في إمكانية في هذا المركز. الخدمة فيه ممتازة، العلاجات متوفرة في هذا المركز، بس صيانة هذا المركز بده صيانة، فأوعد أنه يعمل له صيانة ويبنوا طابق ثاني يكونوا يعمل إلى مستشفى مستقر في لواء هذا الشوبك. صح، الشوبك من المراكز القديمة جدا، بحاجة إلى لأشعة، الأشعة تتعطل بشكل كبير جدا، برضو المختبر كثير يعني ما بيكون في شخص مؤهل بالمختبر، بالإضافة إلى بحاجة إلى قسم للولادة،
إضافي بالطابق ثاني إلى مركز صحي الشوبة حتى يكون مركز صحي شامل متكامل. بنطالب من وزير الصحة ومن وزارة الصحة أن الصيدلية تظل على مدار 24 ساعة، لأن في بعض الحالات بيعطونا علاجات إما أنه ثاني من النهار بنشتريها أو بنشتريها على حسابنا الخاص. خدمة ممتازة ومستوصف كويس عندنا، بس في شغلات يعني بعض الأوقات ما بنلقى علاج. الشيء الثاني صرفوا دفاتر كبار، واحنا زلام كبار او المرة كبيرة تاخذ دفتر في الجنب تقول طالب مدرسي، هذا لا يوجد. في ضبائر لكل مريض له ضباره في المستشفى براجع فيه. احنا بنقع في الطريق، بنقع في الشارع، منين اجيب له دفتر وانا في الشارع مرضت؟ المستوصف العسكري ما بيعالج المدني، عندنا المستوصف المدني ما بيعالج العسكري، احنا حكومة واحدة ما احنا حكومتين. إذن هذه ملاحظات المنتفعين، فما هو رد المعنيين؟ المركز العسكري ما بيعالج مدني والمدني ما بيعالج عسكري، لا هو بيعالجه بس مقابل رسوم. الدفتر الأزرق اللي حكى عنه برضو المراجع، هذا حقه إنه نحفظ إيش علاجاته لأنها مزمنة بتكون، فبعطوه الدفتر الأزرق يسهل على الدكتور يكتب له العلاجات، إنه بكتب عليه العلاجات بالضبط اللي بيأخذها المزمنة إله. والبطاقة البيضة هاي بتحفظه يدفع بدل كشفية 40 قرش، يعني لازم يحضرها معاه كل ما يجي. إحنا هون بنوفر جميع الأدوية بناء على طلبية شهرية من مستودعات الأدوية في محافظة معان. طبعا بنوفرها بناء على شو هون بتطلب كمرضى من الأدوية مزمنة، من يعني لجميع المرضى الحمد لله. بيجي عندنا اختصاص نسائية الأدوية اللي بطلبها، اختصاص أطفال، باطني مرات يعني، فهاي الأدوية جميعها الحمد لله متوفرة وبشكل دائم. أشار للموظفين أنه رائحة الصرف الصحي عطول متواجدة بالمركز بسبب عدم صيانة دورات المياه، وفعلا رافقتني الرائحة طيلة الفترة اللي قضيتها بإعداد التقرير. مركز صحي شوبك مركز صحي شامل، طبعا بخدم منطقة لواء الشوبك بالإضافة إلى ثلاث مراكز أولية. عدد الأطباء اللي بيخدموا هذا المركز 9 أطباء موجودين في لواء الشوبك بمعدل 2000 مواطن لكل طبيب، كل طبيب بيخدمهم 2000 مواطن، بالإضافة إلى وجود مركز صحي عسكري في منطقة الشوبك. تم تخصيص مبالغ كبيرة في هذا العام وموازنة عام 2018 لتحديث مركز صحي الشوبك وصيانته وبناء طابق ثاني لهذا المركز. بالإضافة إلى ذلك سيتم تجهيزه تجهيزا كاملا ليستقبل الأعداد وليخدم المرضى بشكل تقني وبشكل فني سليم. هنالك أطباء أسنان أيضا بغطوا منطقة الشوبك، عدد أطباء الأسنان 2 في منطقة الشوبك، سيتم تزويده بأطباء اختصاص قريبا إن شاء الله، وتفعيل هذا المركز كمركز صحي شامل. الإدارة هون تعبت جراء طلبها المتكرر لشراء جهاز الضغط، فقام الممرضون بشرائه على حسابهم الخاص. نضم صوتنا اليوم لموظفي ومراجعي مركز صحي الشوبك الشامل، آملين إنقاذه وإدخاله لغرفة الإنعاش بشكل عاجل. بنتابع بعد الفصل. 120 متدرب ومتدربة بيستقبلهم معهد الأميرة تغريد للفتيات سنوياً. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. بيستقبل معهد الأميرة تغريد للتدريب المهني سنوياً ما بين 120 ل 150 متدرب ومتدربة في تخصصات متنوعة بتأهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية. قد يظن البعض أن تعلم حرف في السوق تمنحهم نفس المزايا التي يتمتع بها الحاصل على شهادة مهنية كالدبلوم، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث أن سوق العمل يمنح الأفضلية في التوظيف للحاصلين على الشهادات في التخصصات المهنية. نحن في مركز معهد تدريب الربة توت إمداد كهربائية، مركز في أكثر من قسم، في الفندقة، في إحلاقة، في التجميل، حنا دولة إمداد كهربائية في التأسيسية طبعا، سوق العمل، تدريب سوق العمل.
جينا هون نتدرب مشان نطلع للمجتمع نساهم بتطوير المجتمع من خلال الأشياء العملية اللي منقوم فيها مثل السشوار القص كل شيء بخص التجميل النسائي. معهد الأميرة تغريد يتضمن تخصصات يتم توعية إلها عن طريق المجتمع المحلي وعن طريق ترتيب والمشاركة مع وزارة التربية والتعليم، وتعنى بتدريب الطلاب وتأهيلهم. شروط قبولهم وآلية قبولهم طبعا تكمل من خلال إحضار الوثائق الثبوتية وتم تسجيلهم بكل يسر وسلاسة. فيما بعد يتم توزيع المتدربين على المشاغل، وكل بداية كل دورة هناك طبعا عندنا بكون أسبوع تعريفي في كل مهنة تم اختيارها من قبل الطلاب ذكور وإناث. معهد يختم كل من لواء القصر ولواء فبوة. المعهد طبعا في مشاغل متعددة ومجهزة بكافة التجهيزات للمتدربين. في عندي بالمعهد مدخل بيانات بالنسبة للحاسوب، في عندي التجميل قسم التجميل وقسم حلاق الرجالي وقسم الفندقة اللي هي مهارات المطاعم. طبعا بستقبل المعهد المتدربين دائما في بداية العام التدريبي اللي هو في شهر 9، وعادة احنا بنستقبل من 120 ل 150 متدرب ومتدربة في نفس السنة الدراسية. بالنسبة للتخصصات كثير في عنا التجهيزات ما شاء الله في المشاغل ممتازة، وفي عندي مدربين مؤهلين للعملية التدريبية وطبعا بالإشراف المنسقين. تعتمد المجتمعات الحديثة في بنائها بشكل كبير على تنمية مواردها البشرية وتطويرها كما ونوعا باستمرار، ولذلك أصبح التعليم المهني الذي يعني بإعداد العمال المهرة والمهنيين في مستويات العمل الأساسية يحتل مكانة بارزة ومتميزة داخل النظم التعليمية النظامية والغير نظامية. على طول الوقت الأسرة هي بيت الدعم النفسي والمعنوي الأول للأبناء لتنمية مهاراتهم والاستمرار في إبداعهم والوقوف في وجه التحديات مثل البطالة. خلونا نشوف التقرير التالي. نسيبة الرهيفة، الفتاة العشرينية التي استثمرت وقتها لتنمية موهبتها وممارسة هوايتها لتدر عليها دخلا. مخلصة دبلوم سجلات طبية وكانت عندها وقت فراغ كثير يعني، فعندها هوايات فحبينا انها تنمي هوايتها يعني وتطورها وتصير في نفس الوقت يعني كمصروف شخصي إلها وتنمي هوايتها، وان شاء الله الله بكرمها وبتكبر وبصير إلها محل وشغل. ببيع شغلي على الاونلاين، بنشارك في بازارات اللي كان من ضمنهم لنحيا كراما في نادي مؤتة. شاركنا قبل اسبوع في بازار خيري تابع لمركز الأميرة بسمة، وإن شاء الله في بازار في قلعة الكرك. نسيبة وجدت أسرة داعمة ترى في موهبة ابنتهم فرصة يمكن التمسك بها لتفتح لهم ولها أفاقا مستقبلية كبيرة، فما حال أسرة أخرى تحد من إمكانيات أبنائها؟ بنهاية هالحلقة من برنامج أخبار الدار بنذكركم أنه بتقدروا تتابعونا على صفحتنا على فيسبوك أخبار الدار بالعربي، ومن خلال حساباتنا على يوتيوب وفيسبوك. تحية مني ومن فريق البرنامج، مساءكم سعيد.